في إطار الاحتفاء بعدد من ألوان الفنون الشعبية والفلكلورية الأدائية والمادية، أطلق مركز الملك فهد الثقافي احتفالية ليالي الفلكلور الشعبي التي تجمع بين الثقافة والترفيه بمشاركة الفرق الشعبية من مختلف مناطق المملكة، والتي قدمت لوحات تجسد التراث الفني والفلكلوري الوطني. ما هي غريبة على هيئة الترفيه ولا الرياض، الرياض طبعا بدأت نشاطاتها ما شاء الله، الآن بدأوا يجيبون الفنانين الشعبيين، وهذا يمثلنا احنا يعني تاريخ ماضي جميل جدا. يأتي هذا الاحتفال أو هذا البرنامج لأهمية إحياء التراث الشعبي الأصيل، إعادة الفلكلور التراثي لمملكتنا المملكة العربية السعودية. مثل ما نعرف كلنا أن المملكة العربية السعودية شبه قارة تتعدد فيها الألوان التراثية الألوان الشعبية، يأتي هذا البرنامج ليجمع تلك الألوان والفنون ومتذوقين الفنون الشعبية الأصيلة ليحييها في قلب هذه الليالي. وتضمن المهرجان عروضا للحرفيين من أصحاب المهن التراثية الذين قدموا 16 حرفة يدوية مختلفة، كما شارك في المهرجان فرق استعراضية قدمت لوحات إنشادية وأهازيج تراثية. هناك عديد من الأجنحة المتنوعة والتي تحاكي التراث السعودي في المملكة السعودية، وتقدم نماذج مختلفة يعني تراث كل منطقة في المملكة السعودية. كما شهد المهرجان تنظيم أمسيات عن الفلكلور الشعبي بمشاركة عدد من المختصين، إضافة إلى تكريم رموز الفن الشعبي وحفلات موسيقية لعدد من الفنانين الشعبيين الذين أحيوا الساحة الشعبية بمكتبة موسيقية لا زالت حاضرة حتى يومنا هذا. والمحبة في فؤادي وبغلاهم اكتفت، افتخر فيهم بقلبي وبلساني لو حكت، عزهم شامخ وعالي ذي بلادي ذي الكويت، ذي بلادي ذي بلادي ذي بلادي ذي الكويت.